النفط. ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة. دكتور ممدوح مرحبا بك، بالإضافة لما يحدث الآن قرار روسيا اليوم بدأ فعليا بحظر توريد النفط للدول التي وضعت سقفا سعريا للنفط الروسي. إجمالي هذه العوامل كيف تقرأه في أسعار النفط، في مستويات الأسعار المقبلة؟ قرار روسيا هو رد على القرار الغربي بفرض سقف على أسعار النفط الروسي المصدر، هذا كان رد روسيا. ولكن الأهم من ذلك أن تأثير القرار الروسي قد ينعكس في انخفاض إمدادات النفط في سوق النفط العالمي. الأهم من ذلك أن القرار الغربي بفرض سقف على سعر النفط الروسي قد فشل فشلا ذريعا، والإثبات على ذلك أنه عندما فرض هذا السقف في 5 ديسمبر كانون أول الماضي، أي قبل ما يقرب من الشهر، كان سعر خام برنت 71 دولار. خام برنت الآن هو 85 دولار، أي 20% أعلى منه في ديسمبر كانون أول الماضي. هذا يعني أن سوق النفط العالمي قد رفض كلية قرار السقف. لهذا السبب كما قلت في مقابلات سابقة معكم سينتهي في سلة المهملات. وبالتالي قرار أوبك بلس الماضي جاء لأسباب فنية كما قالت المجموعة، وأيضا الإبقاء على نفس مستويات الإنتاج بتقليلها بنحو 2 مليوني برميل يوميا والتزام الأعضاء بذلك المستوى هو أمر فني أيضا، يعني نبقى في إطار مستلزمات السوق وطلباتها عرضا وطلبا. لم يكن من المتوقع لمنظمة أوبك بلس في اجتماعها اليوم أن تغير سياستها الإنتاجية. السبب أنه ليس هناك مبرر لذلك. هم يرون أن أسعار النفط تتجه نحو الارتفاع، والسعر 85 دولار، وإن كانوا يفضلون 100 دولار للبرميل الواحد لموازنة ميزانياتهم، ولكن 85 دولار هو بداية اتجاه نحو الهدف المطلوب. فبالتالي قرروا أن ينتظروا أولا ليروا تأثير قرار روسيا برفض تصدير النفط إلى أي دولة تقبل بسقف الإنتاج وتطبق بسقف الأسعار وتطبقه، وثانيا ليرون تأثير عودة الصين بقوة إلى سوق النفط العالمي. أنا في رأيي أن عودة الصين إلى سوق النفط العالمي ستخلق زلزالا فيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط وبالأسعار، وأبين لك لماذا. الصين متوقع لها هذا العام أن يرتفع استهلاكها من النفط إلى 17.1% مليون برميل في اليوم. هي تحتاج إلى استيراد 13.2 مليون برميل في اليوم، أي أعلى رقم حتى الآن لسد حاجاتها. هذا سيخلق زلزالا في سوق النفط العالمي خلال عام. لكن دكتور ممدوح، ألا يبقى هذا رهانا حتى اجتماع أوبك بلس في أبريل المقبل أن تعود الصين إلى مستوياتها في الطلب، وأيضا أن يرتفع الإنتاج العراقي ما بين 5 إلى 10% إلى مستويات 5 ملايين برميل، ألا يبقى هذا رهانا من أوبك بلس؟ أنت وأنا نعلم أن أوبك، منظمة أوبك بلس، هي أهم لاعب الآن في سوق النفط العالمي. والمكالمة التليفونية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس الروسي بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان هدفها مراجعة استراتيجية أوبك بلس فيما يتعلق في الأشهر القادمة. ربما ارتأوا أنه ليس هناك حاجة لتغيير أي سياسة في الوقت الحاضر،
بانتظار أي تطورات القادمة. إذا كان العراق سيرفع من إنتاجه فطبعا هو سيرفع من إنتاجه طبقا لاستراتيجية أوبك. هناك حدود كم سيسمح للعراق برفع إنتاجه، وأوبك تراقب الأسواق وهي لا تتردد في رفع الإنتاج إذا شعرت أن سوق النفط العالمي بدأ يختل، أي التوازن بين العرض والطلب قد بدأ يختل، عندها ستتخذ القرار الذي يلبي حاجة السوق. طيب إذا كانت الأسعار الآن عند مستويات $85 للبرميل وهي ربما متوافقة بين المنتجين والمستهلكين كما تقول آليات السوق الآن، إلى أي مستويات سعرية تعتقد الدكتور ممدوح أن تصل إليها أسعار البرميل في الفترة المقبلة بناء على كل هذه المعطيات؟ بناء على هذه المعطيات وتوقعاتي الشخصية أننا سنرى سعر خام برنت يصل إلى $90 في الربع الأول أو الربع الثاني من هذا العام، ولا أستغرب إذا وصل إلى $100 قبل نهاية عام 2023. تعتقد أن هذا سعر عادل بالنسبة للمستهلكين؟ بالنسبة لمستهلك كبير كالصين ربما سيدخل السوق بكميات كبيرة أو طالبا كميات كبيرة؟ القاهرة الإخبارية في مخابرة سابقة سألتني نفس هذا السؤال، وكان ردي على ذلك عن طريق أبحاثي، أنا أرى أن السعر العادل يتراوح ما بين $110 إلى $115 للبرميل الواحد. أنا أعتقد سعر $100 سعر عادل، لأنه يمكن غالبية أعضاء منظمة أوبك بلس في معادلة أو موازنة ميزانيتها، وبنفس الوقت لا يؤثر على الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب سعرا أعلى من $100، لكننا الآن في الوضع الحالي نحن نواجه قلقا من الانكماش الاقتصادي، لكن هناك بوادر على أن هذا الانكماش قد لا يكون خطيرا كما ذكر سابقا. نعم. بدليل أن سرعة التضخم المالي بدأ في الولايات المتحدة ينخفض تدريجيا، وفي أوروبا كذلك تدريجيا. نعم. فبالتالي ربما القلق كان مبالغا فيه إلى حد ما. طيب دكتور ممدوح، وروسيا اليوم تعلن حظر توريد النفط للدول التي وضعت سقفا سعريا لنفطها، بما يعني الدول الأوروبية. هل استقرت المسارات البديلة للنفط الروسي بعد مناوشات كثيرة في هذا الملف؟ ليست هناك بدائل للنفط الروسي يا سيدي. أنت تعلم أن روسيا قبل نزاع أوكرانيا كانت تصدر 8 مليون برميل في اليوم من النفط ومشتقات النفط مجتمعين. الآن التقارير الأخيرة أنه في عام 2022 هي صدرت 7.8 مليون برميل، أي فقط 200,000 برميل أقل مما كانت تصدره، أو أنها صدرت 98% رغم العقوبات ورغم الحظر على سبيع نفطها ورغم سقف السعر. هذا يعني أن روسيا ستستمر وبنجاح بالغ في صادراتها، لأنها أوجدت أسواقا جديدة تمكنها من التخلي عن سوق الاتحاد الأوروبي كلية. ثم أن كما قلت لديها أسطول من ناقلات النفط كبير إلى حد يمكنها من نقل نفطها وبيعه بجميع أنحاء العالم. ثم يمكنها من عدم الحاجة إلى شركات التأمين الغربية أو إلى استعمال ناقلات غربية. ضيفنا من لندن الدكتور ممدوح سلامة، خبير اقتصاديات النفط والطاقة، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.